ثلاثة. لذلك هذه قصيدة للشاعر جمال الدين المزيالي الإدريسي. هي فاس سليلة المجد والعرفان، بها المغرب اشتهر فيما خلا من الأزمان. أرض علم وحضارة أنارت البلاد، وتناقل ذكرها بين الشعوب والأوطان. كانت مقصد الناس من الشرق والغرب، من زارها حسب أنه في جنة السلوان. مساجد شامخة بالعبادة والعلم تضيء، ومنازل وقصور بديعة الجمال والأتقان. هذه جامعة القرويين شاهدة العز، وكذا مسجد أبو عنان ومسجد العطار. يا أختي، إن التحرش في هذا الوقت سببه انعدام الأخلاق والتربية. كما أقول لكم في كلامي، إن ما تعلمته في صغرك ينفعك في كبارك، وانعدام الأخلاق هي السبب لهذه الأشياء. للولد ولا للبنت؟ للبنت وللولد. علاش البنت؟ البنت انعدام التربية، والأب والأب والأم هما السبب في هذه المشاكل. أن العالم القروي في 1964 كان بغاو هاد الإخوان يديروا التربية والأخلاق في العالم القروي كما كان قديما، لن يقع هذه الأشياء. فإن مدينة فاس أصبحت مدينة مخربة من كل الأشياء. يعني السبب الرئيسي هو التربية، انعدام التربية. إنما كما قال الشاعر، فمن ذهبت أخلاقهم ذهب. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنني أكمل مكارم الأخلاق. كاين شي وحدة من أقربائك تعرض للتحرش ومشات للقانون، فجأت القانون؟ مشات فايت؟ لا، حنا التربية للمدينة القديمة، أنا ابن الطلعة الصغير، لم يكن لنا التحرش أبداً. كنا ندافع عن الفتاة، فهمتني؟ وندافع عن الأم والأب احتراما للتربيه والاخلاق. يعني كتشوف في هذا الوقت، ولكن في هذا الوقت ما كاينش دفاع عن هذا، نظرا انه القوانين التي جاء بها المشرع كلها من الخارج. ولكن الابداع اللي غنبدعوه حنا ما تيخليوناش نبداو، ولهذا فعلينا ان نقوم بالتربيه والاخلاق في جميع المقاطعات، على كل مقاطعه أن تعمل على التربية والأخلاق. لأن المقاطعة ما هو عمله؟ ليس عمله هو البناء وهو هذا وهذا، هو أنه تخلق الأخلاق. وثانيا وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية عليها أن تعملها، وكذلك الجمعيات. فالجمعيات عليهم أن يفعلوا أساسا هي التربية والأخلاق. لأنه لما تربينا احنا صغار لم يكن أي إنسان يتعرض لفتاة الستينات والخمسينات والسبعينات لأي فتاة. كيف تشوف لا تعرضت للتحرش قدام عينيك؟ قدام عيني، أنني كنت أنا وزوجتي في قدام الملاح، وواحد بغى يتعرض عليها، ثم خليت بغى يشدها وديها بزز. جيت أنا قمت بفعل لم تقوم به السلطات وضربته من أجل أن لا يفعل شيء. لأن احنا كنا نتربوا تربية حسنة، ولو كأنه في عهد الحسن الثاني الله يرحمه البصري كانت القوة، دابا القوة ما بقاتش.